à de nombreuses hypothèses. Ça permet donc à la société civile, à tous ceux qui réconnaissent par celui qui donne l'argent, أدوات بقية تعود علي صدقي عضو ترانسبارونسي المغرب. الندوة الصحفية التي تنظمها ترانسبارونسي المغرب هي متعلقة بتقديم دراسة مقارنة ما بين اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد والوقاية منه. الهدف منها وهو تقديم الدراسة المقارنة بين الاتفاقيتين للوقوف على نقاط الضعف ونقاط القوى المتواجدة في كلتا الاتفاقيتين. إلا أن السؤال العريض والكبير بالنسبة لنا كجمعية تشتغل في مجال محاربة الفساد وهو ما أهمية وما جدوى التوقيع والمصادقة على اتفاقية ثانية في مجال محاربة الفساد في الوقت الذي صادق فيه المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة سنة 2007 ومع ذلك لا يتم احترام مقتضياتها بالشكل التام. والدليل على ذلك وهو أن الفساد لا زال مستشريا ببلادنا وهو ما تؤكده المؤشرات الدولية والتقارير الدولية في هذا المجال. وإذا كانت هناك من دلالة فهي دلالة سياسية أكثر من أن تكون دلالة ووقع في مجال محاربة الفساد. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.